السير والسير الحانيش ونشكر المناسبة على الثقة اللي مر فينا. بالنسبة للسير هذا نطلق واحد جوج الأسابيع تقريبا وغادية في خطة صغيرة ديال الحمد لله وجميع الأمور غادية على ما يرام. بالنسبة للبطولة اللي غادي تنطلق يوم 16 أكتوبر إن شاء الله على حسب آخر بلاغ فحنا غادي نجدو ليها كامل الاستعداد ان شاء الله في اليوم لو جور جي يكون ان شاء الله الاستعداد الحمد لله وقوتي كدا يعرف الجميع فريق شاب بدينا من الصفر لانه جميع العناصر عضلات الفريق استثناء جوج العناصر اللي وقعت الفريق اللي مارس الموسم الماضي ولهذا اعتمدنا على فريق شاب والدة في 2004 مع بعض العناصر المتامل ليسا اللي تنتمنى تنقل الخبرة تاعتها لهاد الشباب باش إن شاء الله نحاولو نقولو كلمتنا في الموسم القادم اللي غادي يكون موسم استثنائي بالنظر للنتائج المحصلة عليها في كأس العالم بقيادة السيد هشام دقيق والاستاد ديالنا اللي تنتمناو ليه كامل التوفيق ان شاء الله فيما تبقى من مسار هذه البطولة. هو الشيء اللي عطى دعم قوي لبطولة الموسم ان شاء الله قبل ما تلعب لانه الكل يدعي تحت طرف الفوتسال والى المنتخب والى اللاعبين والى الافاق المستقبلية تاع هذه اللعبة اللي تنتمنى تزيد لقدام ان شاء الله بقيادة السي هشام دقيق اللي نعود نتمناو ليه حظ موفق في مقابلة الغد اللي غادي نتجاوزها بإذن الله تعالى ونحاول نوصلو أقصى ما يمكن من الأدوار إن شاء الله.